ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد يومين من الانخفاض عقب تقديرات أشارت إلى المزيد من التراجع لمخزونات البنزين الأمريكية قبيل انطلاق موسم القيادة الصيفي. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1.5% لتصل إلى 112 دولار و12 سنت للبرميل. كما زادت عقود خام نايمكس الأمريكي مسجلة مستوى 111 دولار و45 سنت للبرميل.